هو اللي عايز ينجح من وجهة نظري في موضوع التصدير ده بالذات، اولا لازم يبقى متواجد، يركب الطياره ويروح طبعا، يروح طبعًا. على معرفه، يروح المهم يروح سعب. على ما يروحش مع نفسه يعني، اي مش هيروح كده يعني. التواجد هناك. تاني حاجه التبادل التجاري اللي قالها، ما ينفعش انا يعني، انا درست شويه في الشأن الافريقي على قد يعني، لقيت ان كتير من الدول مثلا بتتضايق مثلا من مصر، مثلا ان الصادرات المصريه مثلا كتيره مثلا في الدوله، كتير كتير كتير، وهم الحاجه طبعًا. اللي بتدخل مصر مثلا ما تعديش ال 12 مليون دولار مثلا. طب انا بقى لما اروح انا اعمل ايه؟ انا استفاد مثلا الحاجه اللي يعني مثلا احنا عندنا مشكله في اللحمه، ادور على اللحمه واعمل التبادل. عندنا مشكله مثلا احنا شعب بنحب تبادلي يوسف، اودي كذا واخد كذا، بنحب الشاي، ادور على الشاي. انت بتجيب 12 مليون طن او 13 مليون طن ذره صفراء من امريكا الجنوبيه، ارض افريقيا تقدر تزرع ذره صفراء، وتقدر. بص يا فندم، انا ليه قلت نعمل بره مره مصنع ومره مزرعه ومره كده؟ المركب لو رايحه جايه محمله تكلفه النقل تقل 50% طبعا، وانت كده كده عندك فاتوره استيراد من جميع انحاء العالم. الصنف اللي تلاقيه في افريقيا عشان نشتغل افريقيا من افريقيا لافريقيا، اجيبه من افريقيا، وفي نفس الوقت انا بحسسه ان انا بنفعك عشان تنفعني، لان هو ما بقاش الافريقي الحديث النهارده لما اخش عليه اقول له انا جاي انا رايح ابيع له، بس ابدا الحوار بايه؟ انا جاي عندك عندك ايه خامه اقدر اشتري؟ عندك خشب بالزبط. عندك نحاس، عندك المونيوم، عندك كذا، انا اقدر اخد ده. هنا المفهوم هيختلف تماما في لغة الحوار الجديد.